السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة، فيديو حماسي، فيديو لكل الناس اللي مشتاقة تتفرج على أحدث السيارات اللي موجودة في مصر. الفيديو ده بنصوره من معرض سيارات عبد الله في 30 شارع أحمد عراب المهندسين، علشان الناس اللي بتزعل إن إحنا ما بننزلش لا أرقام تليفونات ولا عنوان للمعرض. المعرض طبعا رقم تليفونه 02-3304-2173 وموبايل 011-464 3-0-63-03-1-7-08 رقم صاحب المعرض. ويشرفنا طبعا اتصالكم في اي وقت. المعرض في 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك زي ما قلنا لحضراتكم. وهنبدا دلوقتي نستعرض العربيات اللي موجوده في قلب المعرض، واي حد محتاج اي استفسار يكتب كومنت على العربيه اللي هو محتاج يستفسر عنها. يلا بينا نبدا دلوقتي. والعربيه اللي قدامنا دي تويوتا لاند كروزر موديل 2022، وارد الامارات، خليجي زي ما حضراتكم شايفين كده. تويوتا لاند كروزر 2022، تمام. طبعا العربيه 4x4 4000 سي سي 6 سلندر. طبعا المواصفات التفصيلية تقدروا تزوروا المعرض زي ما قلت لحضراتكم في 30 شارع احمد عراب المهندسين، عشان تقدروا تشوفوا العربيات في المعرض نفسه. ودي افضل بتكون من الكلام في الفيديوهات للمهتمين والمشتاقين ان هم يعرفوا مواصفة العربية، وكمان للتنفيذ. المعرض طبعا كل الناس الموجودة فيه على درجة من الكفاءة والمعلومة الخاصة بالسيارة بتكون عالية جدا، ويكونوا أفضل مننا بكتير كمقدمين أو مذيعين أو مستضيفين للمعرض للمحتوى الخاص بالسيارات واللي معروض على القناة. طبعا العربية اللي بعديها هي عربية ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022. وطبعا العربية دي احنا عندنا الوان منها ذهبي وفراني واسود زي ما حضراتكم شايفين كده. وعلشان ما نطولش عليكم طبعا، فاحنا بنفتح العربية بسرعة وبنصورها بسرعة. وقبل طبعا اي حاجة، احنا يشرفنا انكم تعملوا لنا اشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد. ميتسوبيشي باجيرو 2022، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في الوان مختلفة. وكمان طبعا في تويوتا لاند كروزر برضو بلون مختلف. طبعا 2022 3000 سي سي و 3000، طبعا هي 3800 4 سلندر برضو خليجي وارد الامارات. في الوان مختلفه منها زي ما حضراتكم شايفين اهو. وعندنا برضو الاودي الكيو 7 زي ما حضراتكم شايفين. الكواترو صراحه تحفه. طبعا احنا بنستعرض بالفيديو ده الناس اللي مهتمة بالعربيات والسرعة، ومهتمين بالفرجة على احدث التطورات في عالم السيارات. يعني مش بنستهدف اللي هيشتري بس، فاحنا تحت امر حضراتكم. ويشرفنا طبعا كل الناس اللي بتشوف فيديوهاتنا. وحبيت بس انزل بالفيديو ده للناس اللي بتشكك في المحتوى بتاع القناة وبتشكك في الفيديوهات. لكن والله انا عايز اظبط المحتوى على قد ما اقدر، ولكن لقيت ان في بعض المشاهدين بيرغبوا المحتوى اللي مش نافع، زي محتوى اليوميات ومحتوى الفن والطرب ومحتوى الرقص ومحتوى الغناء ومحتوى يكون غير هادف وملوش علاقة بالسيارات.
فانا بصراحة قلت اغير في بعض الاوقات، والحمد لله رب العالمين. على فكرة جالي مشاهدات، وسامحني يا رب اذا كنت غيرت المحتوى لبعض الحاجات اللي هي يعني لا علاقة لها بالسيارات، وكمان لا علاقة بالمشاهدين طبعا المحترمين حبايبنا واخواتنا اللي بحب يشوفوا الحاجات الكويسة على اليوتيوب وبيبعدوا عن البغضاء، لكن قلت انزلها عشان اشوف مدى رغبة الجمهور. لقيت الجمهور كله رايح للحاجات اللي فيها رقص، فيها ضحك، فيها كوميديا، فسامحوني بقى بنزل شوية فيديوهات كده ملهاش لازمة تمام مع العربيات، علشان برضو نكسب كل المشاهدين، المشاهد المحترم اللي بيتفرج على المحتوى الخاص بالقناة فعلا، والمحتوى الغير هادف ليه طبعا العملاء بتوعه وليه ناس بتوعه، فاحنا برضو بنرحب بكل الناس. دي سكودا كودياك برضو معانا، وفي هيونداي توسان معانا اهي، طبعا اي حد محتاج دي رانج روفر فوج، اي حد محتاج اي عربيه ان شاء الله باذن الله يقدر يزورنا في القناه، ان شاء الله هيلاقي كل اللي هو عايزه. اكس 4 مستعمله، اكس 6 مستعمله، كل حاجه موجوده باذن الله عندنا. بنرحب بيكم وبنشكركم على طبعا حسن استماعكم، كمان ان الناس بتطول بالها علينا، والناس كمان بتشترك في قناتنا. عندنا برضو هنا قسم خاص بالسيارات المستعملة والجديدة الاقل من مليون زي ما حضراتكم شايفين كده، اوبل شيفروليه كل دي مستعملة. المعرض في 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك، وارجو ان الناس ما تزعلش مني ان انا مش قادر اشرح، لكن اللي هيسالني في كومنت هجاوب عليه. طيب ما جاوبتش عليك، كلم على طول المعرض في 30 شارع احمد عرابي المهندسين، ده عنوانه، وكلمه على طول في 02-330-42173 او رقم الموبايل 011-464-3063. سامحوني على الاطاله، بشكركم جدا جدا، وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوا القناة وكل يوم بيعملوا اشتراك وكل يوم بيعملوا مشاركة علشان نوصل 100,000 بإذن الله، ونفرح مع بعضنا واحنا واصلين للدرع، الدرع الفضي ان شاء الله بإذن الله، ده الهدف بتاع القناة. فأقرب وقت يا رب يا رب يا رب كل واحد بيضغط اشتراك ربنا يكرمه في دنيته وفي آخرته يا رب. طبعا دي العربيات اللي اعلى من 5 مليون، طبعا دي ب 14 مليون، وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. انا بشكر كل الناس اللي بتتابعني في القناة للمرة الاخيرة، وياريت الناس اللي ما تبعتنيش قبل كده تتابعني وتعمل شير على قد ما تقدروا يا جماعة، انا محتاج دعمكم، محتاج اشتراككم جدا جدا، محتاج دعمكم المادي والمعنوي. شكرا ليكم، وشكرا لكل الناس اللي بتدوس تشكرات، وشكرا للناس اللي بتشترك، وشكرا للناس كمان اللي بتنتسب في القناة شهريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.